الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. محمد السباعي من مدينة فاس، العاصمة الروحية والثقافية والعلمية للمملكة المغربية، من طنجة إلى غراب الصحراء المغربية. بافتخار واحترام وتقدير واعتزاز أنوه من الأعمال الثقافية والفنية التي يقوم بها الأستاذ الفنان المقتدر عبد اللطيف خلاد، عراب الطفولة المعروف على الصعيد الوطني والعالمي بعمي بسيتو، والذي في زمن كوفيد 19 ألف وأنشأ كمساهمة منه أغنية إيجابية مثمرة، وهذه الأغنية تحمل اسم ما دام الوطن لنحارب الوباء. هذه الأغنية موجهة خاصة للأطفال وعامة لجميع الناس، لكونها إبداع وقائي وتحسيسي يتعلق بالوقاية والسلامة التي تصب في سلامة الجميع وسلامة الوطن والمواطنين، لأن شعارنا الخالد هو الله الوطن الملك. وبهذه المناسبة السعيدة، أصالة عن نفسي ونيابة عن الراغبين في السلم والسلام والأمن والأمان والتعايش والمعايشة، أناشد الجميع أن يطبق، أقول أن يطبق التعليمات ونصائح وزارة الصحة المغربية والسلطة المغربية إن شاء الله. ولا يفوتني إلا أن أجدد ونجدد الشكر لكل من يعمل صالحا، أقول لكل من يعمل صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبي الكريم. السلام عليكم، عمي بسيبسو عرب أفولة. يتصرف الطفل غالي السباعي لعن أطفال مدينة فاس. أن يتوزع لكم بالشكر وأحر تهاني على إنجازي الأغنية التحسيسية للوقاية من الجائحة كوفيد 19 فيروس كورونا، تحت عنوان لدينا الوطن لنحارب الوباء، لأنها أغنية جميلة لها رمزية وطنية ودلالات قوية متعلقة بالوقاية والمناخ والإنسان. فشكرا لكم على هذا الإنجاز الثقافي والفني يا عرب الطفولة. أستاذنا المحترم العزيز عبد اللطيف خلاد والمعتن الزبيري عبر العالم، والسلام عليكم. نادي القطبي. تنظيم الحفل الفردي على شرف مدينة
والآن مع أغنية أنا لك يا فاس من غناء عبد الطيب خلاد من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1969، ولد بترك وشتو فنان مسرحي وكاتب المعروف بعمي سيتو منذ سنة 1983، مندوب اتحاد العام للمبدعين بالمغرب، عضو في المكتب المغربي بحقوق المؤلفين، رئيس جمعية الناشئة للثقافة بفاس، رئيس جمعية الفنون بتيفلس، رئيس النقابة المغربية للفنون طيف سابقا، أنتج أغاني للأطفال، آخر أغنية والتي ألقى صدى كبير مدرسة النجاح، أصدر 4 دواوين للطفل، وأنتج أغاني سلامة الطرقية والبناء، والجديد أنا ليك يا فاس مع عفيف سيسو عراب الطفولة. ندير لكم هذا العمل هذا. في البداية نشكر حسن الجزولي اللي هو أحد الموزعين الفنانين، ولكن تنتمي إن شاء الله الشفاء. أنا سنشوف قدامي وجوه عارفة من الزملاء، السي كوهين رئيس سابق للمقاطعة للجماعة، تنشوف السي رضواني، تنشوف حياة القلوب اللي هي زوجة الفنان المسرحي والسينمائي الساحر، تنشوف واحد عدد كبير قدامي ديال الوجوه الثقافية والإعلامية. غير تنطلب منكم شوية الصبر، لأن الحمد لله المغرب في هذه الفترة هذه خصو لابد من تماسك إنساني فني. أنا غنبقى دائما وفي مع مدينة فاس، ماشي دابا، من 1990 وأنا كنت وفي هذه المدينة. تنشكر مرة أخرى الأستاذة أسماء الزوج ديالها كذلك، الوليدات ديال الشعلة بمناسبة تنحييهم كذلك، والفنان سعيد دبي مرة أخرى حاضر معنا، فنان من الفنانين الكبار. أهلا وسهلا، عطونا تصفيق حارة جمعية الشعلة للثقافة والتربية والإبداع. نتمنى أنكم تغدوا معنا الأغنية هذه، صافي؟ ها؟ يلا قولوا معايا، أنا ليك يا فاس، أنا ليك يا فاس وأنتي ليا، كلك جمال يا أرض الأولياء. سهلة، ها؟ وبغيتكم نعطيو واحد التصفيقة حارة، عرفتي علاش؟ هذه هي الجزائر. شتي هذه المدينة، هذه المدينة؟ الله يلقيها البركة.